وقتنا كمان حنتفرج على أمس كنا بنتداول في الجروب مع بعض صور لبعض الفنانات كيف كانوا زمان. صحيح. وإحنا سمعنا أغنية وردة الآن، فأعتقد في صورة حبيبتي وردة معنا. حبيبتي وردة الله يرحمها ما أجملها. فلما كانت عن إيش كنا نسولف عبير على وردة؟ كنت تشبه أمي وأمك صح؟ أم إيمان وأمي وهي صغيرة. جميلة. وهي صغيرة جميلة وهي كبيرة جميلة. من جد. انه اكثر شيء لفت نظرنا انه كيف بيتغيروا، يعني حتى عارضات الازياء تمر على العارضات. شوفي هذول اجانب صح؟ الفنانات هذول كيف كانوا مره صحيح. حلوين وايقونات للجمال، لكن الشيخوخه لا ترحم احد. شحروره الجميله صباح دائما صباح. جميله روحها جميله صباح جدا جدا، حتى لما توفت روحها جميله، روحها جميله والناس تحبها، يعني في شغف كيف في بعدين ما بتغير. شوف الشعر الاصفر كذا والالوان وتحب الميك اب، تحب الحياه، عندها حياه، تحب الحياه جدا. برجع عقرب صباح كل العقربيات كذا يحبون الحياة. كويس والله. هذه زبيدة. زبيدة ثروت. شوفي كيف كانت بالعيون الجميلة، طبعا هي من جميلات مصر. مصر أنتجت الكثير من الجميلات الفنانات في الكبر مصر. يعني العمر لا يرحم الشيخوخة لا ترحم أحد. عملت يعني إيه فيها السنين زبيدة ثروت؟ ما سوى الإنسان تجميل أو ما سوى. هذه نسيتها صراحة، بس زهرة العلا. ايوه زهرة العلا هذه كمان افلام، يعني شوف التغيير كيف. اظن هنا عمرها يمكن 80 90 سنه. حبيبه قلبي انا هذه سعاد حسني الجميله سندريلا الشاشه. عاد سعاد حسني اللي تشبه ماما. صحيح ماما مره صورها القديمه كنا سعاد. ايش تغنيكم يا ود يا تقيل؟ لا بس لبسها والمنقط والابيض والاسود هي شافتني دحين. ماما مره متاثره بسعاد حسني لدرجه انه كل الناس تقول لها تشبه سعاد حسني. خلاص انا احبها سعاد حسني، كبرت صغرت صح كل اشكالها تحبينها سعاد حسني. كنت اقول لك يا ريم زي ما احنا دحين يعني بنتمثل مثلا بممثلات، في كثير مثلا بيصيروا يقلدوا ممثلين وممثلات، نفس الشيء اشوف شاديه. هذه ترى الصوره مع عبد الحليم حافظ اللي لابسه بينك. صح صح أيوه. معبودة الجماهير كان في الجماهير. برافو ذاكرة برافو ما شاء الله. ايوه اند اوه هذه الجميله شمس البارودي. شمس البارودي ايوه مع الحجاب ما زالت جميله. اوه يا اختي فيروزه اللذيذه مع يا ريال مع أيوه. يا ريال توقعين معها ريال الحين؟ هذه عدى مع الف ريال. الله يرحمها توفت هي فيروزه. اكيد توفت أيوه. الله يرحمها المسلمين. هذه ماجده عيونها كذا حلو، صوتها حلو رخيم. بس يعني شوف كيف يعني مهما الوحده كبرت في السن، الشيخوخه ما في مجال من الهرب منها، ولكن يبقى الجمال الداخلي، جمال الروح صح. هو اللي مسيطر يعني حتى صحيح. هم كبار شكله كلنا شكلنا حيتغير، بس يا ريت لو نبقى كده لينا جمالنا مع البوتوكس ومع الفيلر وهذا، يعني نحاول بوش شويه العمر هذا شويه. ويا ريت لما كمان فيهم كثير انه يعني ما زالوا مهتمين يعني بشكلهم الاناقه عرفتوا بالاناقه بالذات الشعر السال الشعر. هذه تحكي انت في الخمسينات ستينات أيوة. يعني قبل كل هالطفره هذه الكبيره. عشان كذا انه يفضل الاحترام مهما الوحده كبرت في السن تفرض احترامها.